ايضا في جلسات الحوار التي انعقدت مؤخرا كان هنالك مقاطعه من رئيس حزب القوات اللبنانيه دكتور سمير راجع الذي حتى اليوم ما زال مقاطعا لهذه الجلسات جلسات الحوار. ايضا من ضمن الغائبين عن طاوله الحوار الوزير السابق النائب سليمان فرنجيه بداعي السفر، والنائب يعني طلال اسلام غاب عن اليوم عن هذه الجلسه بحسب ما عزت المصادر لاسباب خاصه، يعني وضع غيابه في حاله الاسباب الخاصه. اما فيما يتعلق بالحاضرين فمعلوم بان حزب الله حضر ممثلا بالنائب محمد رعد وهو رئيس كتله الوفاء للمقاومه، رئيس نبيه بلي حضر ممثلا لحركه امل وايضا بصفته رئيس لمجلس النواب، ايضا النائب وليد جنبلاط حضر وكان له موقف كما شاهدنا بأنه كان له موقف في من الحوار وتحدث وقال إنها للمرة الأولى التي أتحدث بها على الإعلام بعد جلسة لطاولة الحوار، وذلك لأنه اعتبر بأن التصور المقدم من رئيس الجمهورية يعني مرحلة جديدة في هذا المسار. دولة الرئيس الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان قد أعلن بأنه يأتي إلى الحوار وهو على يعني يأتي للاستماع كما ذكر للاستماع إلى تصور رئيس الجمهورية، ربما أبرز المواقف البعض يتوقع يعني كيف سوف يقرأ المواقف، أبرزها سيكون لتيار المستقبل في قراءته لهذه الاستراتيجية أو تصور استراتيجية دفاعية المقدمة لرئيس الجمهورية، إضافة إلى أكيد حزب الله في القراءة. أيضا من ضمن الحاضرين النائب العماد ميشيل عون، من ضمن الحاضرين أيضا النائب جان غاسابيان، النائب ميشيل فرعون، أيضا كان المجتمع المدني أيضا ممثلا في على طاولة الحوار. أشير أيضا بأنه يعني من ضمن الشخصيات التي أتت النائب ميشيل المر نائب رئيس مجلس النواب، أيضا كما سمعنا من النائب جان غاسابيان بحديثه عن تحديدا عن الاستراتيجية الدفاعية أو تصور الرئيس سليمان لاستراتيجية دفاعية. هذه الاستراتيجية كما أشرت عليه هي مقدمة ببنود مكثفة، يعني في أحد البنود عنوان مثلا الإرهاب، في أحد البنود عنوان السلاح، في أحد البنود عنوان كيفية حماية لبنان يعني من المخاطر المستقبلية، في هي عبارة عن يعني ممكن القول ورقة من الأفكار المكثفة تحت عناوين متعددة. كانت المقاومة أو ما لم يجب هذا التصور عن سؤال الرئيس لقوى 14 أذار وهو كيف تتصرف المقاومة أو من يعني عند من هي الأمرة النهائية في أي عدوان محتمل ورد على أي عدوان محتمل على لبنان، وتحديدا بأنه ما إذا كانت المقاومة تعتبر نفسها كيان مستقل أم أنها يجب أن تكون تحت أمرة الدولة. هذا السؤال بحسب النائب جان غاسابيان لم يجب عليه تصور. نعم. الزغيلة نانسي السبع من بعبدة، شكرا لك. التنظيم والمضمون وسماحها بإعادة تسليط الضوء على موقع لبنان ودوره كرسالة حرية وعيش مشترك، كما كرر إدانته للفيلم والرسومات المسيئة للإسلام والرسول الأعظم الذي صدر بصورة مشبوهة بالتزامن مع زيارة البابا إلى لبنان. وذكر الرئيس بضرورة الالتزام بجميع مدرجات إعلان بعبدة لا سيما البيضين 12 و13 حفاظا على استقرار لبنان وسلامة أراضيه، كما أكد الرئيس على ضرورة التشدد لوقف ظاهرة الخطف وسطه، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير فعالة من قبل القوى العسكرية والأمنية وفي طالعتها الجيش لضبط الأمن وملاحقة المخلين وإحالتهم إلى السلطات القضائية على السلطات القضائية المختصة. كما تم التطرق بشكل مستفيض إلى الأوضاع الاقتصادية المعيشية والسبل الفضلى لمعالجتها. وبنتيجة التداولات يعني أيضا طرح كما ذكرنا سابقا رئيس الجمهورية
تصوره لاستراتيجية وطنية دفاعية كاملة، وبنتيجة المداولات توافق المتحاورون على التالي: اعتبار التصور الذي قدمه الرئيس منطلقا للمناقشة سعيا للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية ومن ضمنها موضوع السلاح، وتأكيد على ضرورة المحافظة على دينامية الحوار البناء على ما كرسته زيارة البابا من أجواء استقرار وتضامن بين مختلف فئات ومكونات الشعب اللبناني من أجل ترسيخ نهج دائم من الحوار والتوافق في مقاربة المسائل الوطنية. وأخيرا بحسب البيان، فقد تم تحديد الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2012 موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني. إذا كان هذا هو البيان الذي صدر عن طاولة الحوار. مشاهدينا، سنكون معكم بمزيد المعلومات عند نشرة الظهيرة، فتركونا.